شكرا يا احمد. تعال يا عبد الله، وكل يغني على ليلى يا راعي الجزاء. عبد الله، تعال عبد الشهراني. عبد الله عبودي، والله شاك فيك يا عبودي، راح تاخذ الاول ان شاء الله. تاخذ الاول من الاسفل، ما هذه مالك عليها كلام. نقول بسم الله. هذا رب امور ياسر. شخص نسى كل ذكرياته ويحاول ان يتذكر. نسى كل شيء، كل شيء نسيت. اسمك، وين ساكن، من اصدقائك، الذاكره كلهم. انت من؟ نعم، على اي منصب جاي؟ هو دكتورك هو اللي راح يصحيك. انا مش عارف ايه دور الدكتور اللي انا بمثله كثير. انت ليش متجمعين هنا؟ ها؟ انت ليش متجمعين؟ طب انا اعمل لك مشهد. ايه؟ يعني انت تعمل مشهد، اقول لك فكره. خارج مكان. انت في البيت؟ إيه؟ في البيت. وما انتش عارف انت فين. هو بيت. بس اللي قاعد يسوي صح؟ صرر اللي معاك. بديت. انا بديت ايه بس. الوقت انت عارف احنا مين؟ تعال يا عبد الله. بجيك. لا خلص. يلا، تروح تنزل الداخل وتجيك. دي اسهل حاجة ان هو ينسانا احنا. انا عايز اشوف يعمل ايه في افتراضية في الفراغ ده. صح. وبيضحك علينا يعني نسيتكم. يلا برافو. اقعد يا عبد الله. هايل يا عبد الله. يحسب لنا خد ياد. خد ياد. يلا روح. بدا الوقت. ما هو نايم في البيت. يعني في البيت تموت على الدكتور الخاص. انا قاعد عايز افكره صح. يلا بدا. الساعه مولعه، ما حدش مع الساعه. رهيبه الساعه، نار. بس ليش حاط لها بطاريه؟ مش شغاله خالص. شو بي هذا الحين؟ نايم. انا دكتور جاي لك. انا راقد في البيت، فجاه صرت مستشفى. كيف سويت الخاص مالك؟ اوكي يلا بدا الوقت. ترى نجيب لك فراش ثاني عبد الله، يمكن هذا ما يكفي. يا عبد الله لك ايه ده؟ ايه يا عم؟ يا عبد الله لك ايه ده؟ عبد الله اهدى يا ابني، اهدى يا ابني. كل حاجه بالهداوه هتفتكر على كل حاجه. هذول من؟ دول مين؟ دول الناس اصحابك، زمايلك، احبابك. لفعة دي من؟ اوه بص انا عايزك تهدى عشان تعرف تفتكر. احنا فين الحين؟ دي ايه؟ لا جديده هتكسرها. يا نهار اسود، مش همس معاك ده. انك كسر لي الساعه الجديده. ايه؟ عشان كده. شو السالفه؟ ايوه صح. انت من؟ انا دلوقتي الدكتور بتاعك. لا ما كنت في مستشفى. ليه يا ابني؟ احنا هنا مش في مستشفى، احنا في بيتك. بيت من؟ ده سرير مين؟ ما ادري. احنا فين؟ انت ايه اللي خلاك توصل للدرجات دي؟ طيب انت كيف وصلت عندي؟ انا دكتور. حديلك. ما كنت في مستشفى انا. لا تقول لي انت دكتور. هذول من الاثنين اللي جالسين هنا والشباب دول من؟ اللي هناك ده. هذا من ذاك من؟ تعال افرجك عليهم. لا تلمس. طيب لا تلمس. انت ما تخافش، انا مش عايز منك حاجه. انا وانت لوحدينا. بس ما فيش حاجه خالص. خالص والله ما في حاجه. تعال هتفتكر كل حاجه. اسمع الكلام والناس. ساعتك حمراء، وضعك ما يعجبني. معلش. عشان كده يبقى انت افتكرت ان دي ساعه حمراء وان ده لون احمر. قايل يا عبد الله. شكرا عبد الله. شاطر عارف. شكرا. بطل العبد، بطل. شاطر يا عبد الله. وانت نظرتك في عبد الله شبه نظرتك في سلطان الفرج بالظبط. صح صح قريب منه. صح ما شاء الله عليك. يستاهل.